Oh أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم كان الحديث في أن هذا الناس قد ترك جزءا هل الاصل بطلان العباده؟ التي نسي جزءها حال العمل او لا؟ المصنف اعلى الله مقامه، قال نعم. الاصل هو بطلان العباده، يعني الركنيه بهذا المعنى. ثم ذكر هذا القول الذي قسم الادله الى ثلاثه اقسام. دليل لفظي يبين الجزئيه قالوا نقبل هذا اذا تركه حال النسيان نحن نستطيع انه من خلال اطلاق الكلام انه يشمل حال النسيان ونحكم ببطلان العباد او دليل لبي والدليل اللبي لا اطلاق فيه فنشك في انه مختص بحال الذكر او يشمل حال النسيان. فهنا هذه شك... هذا يكون موردا للشك في الجزئيه ويرجع البحث السابق، نعود الى البحث السابق. انه الشك في الجزئيه نبني على الاحتياط، هنا نحكم ببطلان الصلاه. نبني على البراءه، نحكم بصحه الصلاه. اما اذا كان دليلا لفظيا ولكنه بنحو التكليف فهذا القدر المتيقن منه هو الملتفت لان الغافل لا يكلف وعندنا عمومات اقيم الصلاه مثلا اقيموا الصلاه ليس فيها بيان هذا الجزء والدليل اللفظي الذي بين الجزء مختص بالملتفت لانه يخاطبه يكلفه دليل لفظي الى انه تكليفي وبالتالي نبني على صحه هذه العباده المصنف رحمه الله يعترض على هذا الكلام يقول ما هو المقصود ما الذي تريد ان تصل اليه تريد ان تثبت ان العباده التي جاء بها الناس وهي العباده الناقصه انه مكلف بها انها مطلوبه انها مشرعه لا دليل على تشريعها إن كان عندك أمر أقيم الصلاة هذا أيضا لا يشمل الناس كما أنه صلي عن ركوع لا يشمل الناس هذا أقيم الصلاة لا يشمل الناس أيضا المطلب ليس فيه كثير صعوبة فلا يحتاج إلى أنه أفصل قبل القراءة أقرأ وبالأثناء إن شاء الله أبين قلت إن أريد بعدم جزئيتي ما ثبت جزئيته في الجمله ما الذي ثبت جزئيته في الجمله نفترض الركوع او السوره اللي هو المثال المعروف السوره ثبتت جزئيتها في الجمله تقدم ان مسالتنا هي انه هذا الجزء نسي فنحن نلتزم بانه جزء جزئيته مسلمه مفروغ عنها غايه الامر شكنا ان هذه الجزئيه مختصه بحال التذكر والالتفات او تعم حال النسيان اما اصل الجزئيه فمسلمه ولذا قال ان اريد نفي الجزئيه عدم الجزئيه نفي الجزئيه رفع الجزئيه جزئيه السوره ما ثبت جزئيته الجزئيه ثابته في الجملة لأنه إذا كنا نعلم أنها ثابتة فقط حال الالتفات فطبعا نقطع بصحة الصلاة حال النسيان وإن كنا نعلم أنها عامة لحال النسيان أيضا نقطع ببطلان الصلاة نحن لا ندري أن هذه الجزئية أن هذه السورة هل هي واجبة فقط في خصوص حال التذكر أو تعم إذاً هي واجبة في الجملة ولكن لا ندري مقدار وجوبها، مساحه وجوبها. عدم الجزئيه في حق الناس ماذا اريد؟ اريد ايجاب العباده الخاليه عن ذلك الجزء. اذا كنتم تريدون ان تنفوا الجزئيه جزئيه السوره عن الناس من هذا الطريق تثبتون ان الصلاه الخاليه عن السوره هي واجبه. وأن الناس مخاطب بها. إن أريد إيجاب العبادة الخالية. كيف إيجابها؟ من خلال نقول عدم الجزئية. نقول أن عدم الجزئية حال النسيان يعني أن أن الصلاة الناقصة التي ليس فيها سورة هي واجبة على الغافل. التي فيها سوره واجب على المتذكر الملتفت والتي ليس فيها سوره واجبه على الغافل، هذا قصدكم ان اريد بواسطه هذا من خلال عدم جزئيه هذا الامر الذي ثبتت جزئيته في الجمله تريدون نفي الجزئيه في حق الناس هدفكم من هذا هو ايجاب العباده الخاليه عن السوره ايجابها على الغافل ايجاب العباده الخاليه عن ذلك الجزء عليه على الغافل وطريقكم الى اثبات هذا الامر ان الصلاه الخاليه عن السوره هي واجبه على الغافل كيف باثبات الوجوب ننفي الوجوب وجوب السوره ننفي وجوب السوره عن الغافل فنثبت ان الصلاه بلا سوره واجبه عليه فهو غير قابل لتوجيه الخطاب له الغافل الغافل كما انه لا يخاطب بالسوره كذلك لا يخاطب بالصلاه الخاليه عن السوره بلا فرق بالنسبه الى المغفول عنه لا ايجابا ولا اسقاطا الصلاه الخالية عن السورة لا يعقل ان يخاطب بها الغافل حال كونه غافلا ان يكون تكليفه حال الغفله هي الصلاة الخالية عن السورة هذا غير معقول وغير معقول ان يقال ان هذه الصلاة تسقط الواجب عنه لان هذه غير مخاطب بها سياتي ان شاء الله انه احيانا يكون عندنا تكاليف حال الاضطرار تسقط التكاليف اللي هي حال الاختيار فمثلا شخص مريض لا يستطيع ان يصلي عن قيام، يصلي عن جلوس وصلاته عن جلوس تسقط عنا وجوب الصلاة بعد ذلك فإذا شفي لا يعيد صلاة. فهذه الصلاة الناقصة لا يعقل جعلها على الناس، لا يعقل خطاب الناس بها لأنه ناسي أو لأنه غافل غير ملتفت حال نسيانه ولا يعقل أن يشرعها المولى له بمعنى أنه يجعلها مسقطة نعم يقول انه بعد ان يلتفت ويقول انه كيف ماذا افعل؟ لقد غفلت ونسيت جزءا يمكن ان المولى يخاطبه ويقول انا ارضى بهذا المقدار وان اريد به امضاء الخالي عن ذلك الجزء من الناس امضاؤه يعني الواجب عليه هو الصلاه التامه التي منها السورة ولكن لأنه نسي فالمولى يقول أرضى منك بهذا المقدار لا أنه يكون مكلفا بهذا المقدار هذا معقول وإن أريد به إمضاء الخالي يعني إن أريد بنفي الجزئية ماذا تقصدون من نفي الجزئية تشريع جديد وهو الصلاة الخالية عن الجزء ويكون هذا التشريع مختصا بالناس، هذا غير معقول. لان الناس لا يعقل ان يخاطب. وان اريد به امضاء الخالي عن ذلك الجزء من الناس بدلا عن العباده الواقعيه، يقول انت كنت مكلفا بالصلاه التامه التي هي مع السوره ولكنك قد نسيت انا ارضى منك بهذا المقدار، هذا معقول، متى يخاطب به؟ بعد التفاته فهو حسن لانه حكم في حقه يعني الخطاب ياتي بعد زوال غفلته بعد ان تزول الغفله يكلمه المولى يقول له نعم لا حاجه الى القضاء رضيت بما صدر عنك من عباده ناقصه حال غفلتك حال نسيانك هذا معقول هذا ممكن ولكن هذا ليس تشريعا للجزئيه وعدم الجزئيه ليس حكما تكليفيا بهذا المعنى الذي يثبت الجزئيه او ينفي الجزئيه وانما هو يريد ان يرفع العقاب لكن عدم الجزئيه بهذا المعنى عند الشك مما لم يقل به احد من المختلفين في مسألة البراءة والاحتياط. في مسألة البراءة والاحتياط، وان المولى يرضى بهذا المقدار من الناس، يقولون العقاب يرتفع. ولا يقولون انه البراءة هنا تنشئ حكما جديدا، لإثبات موضوع وهو نفي الجزئية هذا ما قال به إحايد لكن عدم الجزئية بهذا المعنى الذي قلتموه عند الشك هذا ما حاصل ما عندنا أنه عند الشك يحصل عندنا موضوع جديد وهو صلاة ناقصة ما عاد قال ذلك قالوا إما يستحق العقاب يجب عليه الاحتياط لا يستحق العقاب لا يجب عليه الاحتياط. يعني لا يجب الاحتياط لانه لا يستحق العقاب. او يجب الاحتياط لان العقاب ممكن فيجب دفع الضرر المحتمل. اما انه نفي الجزئيه واثبات الناقص فهذا مما لم يقل به احد من المختلفين في مساله البراءه والاحتياط. لان هذا المعنى الجزئيه اثبات الجزئيه نفي الجزئيه تشريع الصلاه الجديده العباده الجديده باجزاء اقل للناس هذا حكم وضعي بيان للاجزاء اثباتا او نفيا لا يجري فيه ادله البراءه لان ادله البراءه تقول رفع عن امتي ما لا يعلمون يعني رفع من جهه العقاب لانها تقول ان الذي لا يعلم بالجزء اضع له حكما جديدا تكون الاجزاء ناقصه واحد وهو غير المعلوم. وانما مع الشك في الامتثال وعدم الامتثال مع احراز الجزئيه الذي نحن فيه ما نحن فيه نحن نسلم في الجزئيه حال الالتفات. نقبل هذا البعنا الكل يقول ان هذا جزء نسيه الاصل هنا ليس البراءه جزء منسي الاصل هنا قاعده الاشتغال لان الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني والاشتغال كان يقينيا والفراغ ليس يقينيا لانه ما ادى المطلوب منه فالذي يجري في المقام ليس أدلة البراءة وإنما هو أدلة الاشتغال مع أن أدلة البراءة لا تثبت موضوعا جديدا لا تنفي جزءا ولا تثبت جزءا بل الأصل فيه العدم عدم الامتثال بالاتفاق لأنه عنده عبادة تامة معلومة الوجوب أداها ناقصة. هنا نقول الاشتغال اليقيني الفراغ اليقيني. ولا نقول بالبراءة هنا. وهنا البراءة غير جارية، والبراءة لا تثبت موضوعا جديدا. وهذا معنى ما اخترناه من فساد العبادة الفاقدة للجزء نسيانا. بمعنى انه الوجوب محرز والاجزاء معلومه المكلف ما اداها فنبني على عدم سقوط التكليف وهذا معنى ما اخترناه من فساد العباده الفاقده للجزء نسيانا بمعنى عدم كون العباده الناقصه الناقصة الجزء التي أتى بها حال النسيان. عدم كونها مأمور بها، ليست مأمور بها، لأنها ليست المركب. والمركب عدم عند عدم جزئه. ولا هي مسقطة للمركب، بمعنى عدم كونها مأمورا به، وعدم كون هذا الأمر الذي جاء به، عدم كونه مسقطا. لا هو مأمور به بأمر جديد. ولا هو مسقط للتكليف ليس مأمورا به واضح باعتبار أنه قطعا ما عندنا تكليف لهذا الناس وليست مسقطة باعتبار أنه عندنا قاعدة اشتغال وما ثبت من المولى القبول بهذه العبادة في مسألة البراءة والاحتياط عندنا رفع العقاب وعدم رفع العقاب ومسألتنا أصلا ليست موردا للبراءة وإنما هي مورد للاشتغال ثم قال رحمه الله ومما ذكرنا ظهر أنه ليس هذه المسألة من مسألة أو من مسائل اقتضاء الأمر للإجزاء في شيء ليست من هذا الأمر في شيء مطلقين هناك بحث انه اذا امر المولى بامر له اجزاء معلومه والمكلف كان غير متمكن ملتفت ولكن غير متمكن من بعض الاجزاء والشرائط مثلا غير متمكن من الاتيان بالطهاره المائيه الوضوء غير متمكن من القيام غير متمكن من القراءه على سبيل المثال فهنا المولى شرع له تشريعا حكم شرعي جديد خاص بحاله الاضطرار ويسمى الحكم الشرعي الاضطراري فهنا المكلف ملتفت وعنده حكم شرعي خاص به لانه مضطر حكمه هذا الاضطراري هنا اذا ادى هذا الحكم الاضطراري اداه كاملا بالنسبه اليه طبعا هو بالنسبه الى الحكم الاختياري ناقص ولكن هو ليس مختارا فليس موضوعا للحكم الاختياري وانما هو مضطر والمضطر له حكمه الخاص فإذا أداه كاملا ضمن الحكم الشرعي ضمن ما هو مطلوب منه هنا يقولون هذا الأداء مسقط للتكليف الاختياري فلا يحتاج إذا ارتفع الاضطرار لا يحتاج إلى الإعاده ولكن هذا له حكمه هو مخاطب به هو موضوعه هو ملتفت مخاطب به واداه كما يجب ما اداه ناقصا صحيح ناقص بالنسبه الى الاختيار ولكن لا علاقه للاختيار به يعني على سبيل المثال عندما يكون عندنا مسابقه رياضيه للاشخاص الاصحاء وعندنا مسابقة أخرى موازية لها لذوي الاحتياجات الخاصة. فيضعون عوائق ارتفاعها متر للأصحاء. عوائق ارتفاعها 20 سنتيمتر لذوي الاحتياجات الخاصة. فهذا العائق المنخفض بالقياس إلى تكليف الفرد السليم يكون منخفضا. اما بالقياس الى ذوي الاحتياجات الخاصه وتكليفهم هذا فاذا ادوه يؤدونه كاملا بعد لانهم ليسوا مخاطبين بالعائق اللي هو ارتفاع متر، اساسا ليسوا مخاطبين، صحيح عندنا نقصان وتمام ولكن نقصان وتمام بالقياس الى تكليفين مختلفين الى فردين مختلفين ولكن هذا الفرد يؤدي تكليفه كاملا وهذا الفرد يؤدي تكليفه كاملا ايضا كلاهما يؤدي تكليفه لا علاقه له بتكليف الاخر، تكليف الاخر اكثر من تكليفه، تكليف الاخر اقل من تكليفه، ما كل من يؤدي تكليفه فالمضطر له تكليفه الشرعي الخاص المستقل غايه الامر ان هذا التكليف أقل من تكليف غير المضطر ما لا علاقة له به هنا هو ملتفت ملتفت مخاطب بحكم شرعي جديد لا علاقة له بالحكم الأول يقول لأنك مضطر فلتكن صلاتك بالشكل الفلاني يرتب له أجزاء جديدة وكيفية جديدة فإذا أداها وفق ما هو المطلوب منه بعنوان انه مضطر هنا بعد ذلك لا يخاطب مره اخرى بعد ان يرتفع منه الاضطرار لا يخاطب مره اخرى بالقضاء او الاداء كان مضطرا ثم ادى ما عليه فاصل التكليف يسقط لا يقال له انه الان تحولت الى الاختيار ارجع عيد العباده من جديد هذا شيء وما نحن فيه شيء آخر لأن هذا المكلف ملتفت ومخاطب نعلم بأنه مخاطب ونعلم الأجزاء حال الخطاب وهو يؤديها كاملتين بينما فيما نحن فيه يؤدي الناقص ونسأل هل هو مخاطب كان أو غير مخاطب يعني بمعنى هل هو مطلوب منه أو غير مطلوب هذا جزء على كل حال أو ليس جزءا على كل حال والذي أداه ليس مخاطبا به. الذي أداه ليس فيه خطاب، بينما المضطر له خطاب، فإذا البابان مختلفان لا يقاس أحدهما على الآخر، فنقول لأنه في حالة الاضطرار لا يجب عليه الإعادة، كذلك في حال النسيان لا يجب عليه الإعادة، ليس كذلك، لأن المضطر قد أدى ما عليه من التكليف بينما الناسي أدى شيئا لم يكن مكلفا به ومما ذكرنا من جهة أنه الناس فعل شيئا لم يكن مكلفا به ومما ذكرنا ظهر أنه ليس هذه المسألة أو هذه المسألة من مسائل أو ليست هذه المسألة من مسائل أو من مسائل اقتضاء الأمر للإجزاء في شيء أصلا لا علاقة لها بها لأن تلك المسألة المفروض فيما إذا كان المأتي به مأمورا به شرعا هذا المضطر قيل له تيمم قيل له صل عن جلوس مثلا فعنده أمر خصوصا التيمم مسألة واضحة باعتبار فيه أمر وفيه بيان كالصلاة مع التيمم فعندنا مطلوبيه جديده عندنا تشريع جديد لمكلف جديد لموضوع جديد وهو المضطر تبدل كان مختارا له تشريعه الان مضطر له تشريعه الخاص به وفيه تكليف وله اجزاء جديده واداه كاملا ضمن ما هو مامور به الصلاة مع التيمم أو بالطهارة المظنونة إذا قيل أنه يكتفى بالظنون في مسألة الطهارة فهذا تشريع للظن تشريع له ويؤدي على أساس أنه ظن وهو فعلا ظن وليس في المقام فيما نحن فيه أمر بهذا الناقص إذن فيما نحن فيه ليس عندنا أمر أمر بما أتى به الناس أصلا ليس فيه أمر، هذا الذي جاء به شيء غير مأمور به لأنه ناقص، بينما المضطر يؤدي أن الذي هو مأمور به حال كونه مضطرا الموضوع اختلف الموضوع اختلف، واختلف الموضوع اختلف الحكم بالنسبة إلى المضطر، كل له حكمه وكل يؤدي ما عليه كاملا المختار يؤدي ما عليه كاملا والمضطر يؤدي ما عليه كاملا أيضا طبعا هنا يبحث في الإزاء لأنه هذا امتثال قطعي للتكليف اللي هو مخاطب به بينما ما نحن فيه الذي فعله المكلف ليس امتثالا لأنه غير مأمور به إن شاء الله بقية الحديث تأتي مع بقاء العمر والتوفيق والحمد لله رب العالمين <صحيح> اللهم الله صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد